مش مغير زي ما انا كده. اللي عاجبه يتفرج عليا كده يتفرج، اللي مش عاجبه ما يتفرجش. انا طالع نقول للناس معلومه، مش طالع نلبس وندلدل الكرافته والكلام ده. والناس كلها عارفه ان انا راجل شجيان وراجل طلع ميتين اهلي طول النيوم. الناس كلها عارفه ان كابتن ابو نور ايه، كابتن ابو نور ده يعني شايف في الكوتشينه هو. لا بس على الاقل راجل ناجح. ايه؟ على الاقل راجل ناجح. الناجح ياما بينجح بعرقه. اخويا حبيبي والله. يلا يلا ماشي يلا. الناجح بينجح بعرقه يا ماما. ما بينجحش بهدومه. عايز ايه؟ قعدوا على جنب لما نيجي. اركنوا في اي حته. ابراهيم اللي كان شغال معانا اركنوا على جنب. ازيك؟ الحمد لله على السلامه. ايوه سلام. ايوه عادي التصوير شغال. ايه يعني ليه الناس ما تحسش ان احنا في حاله طبيعيه يعني؟ دي بتتحايل عليها عشان نغير يا كابتن. مش 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 لونك ان انت تلبس كده. من ساعه ما صحيت ما قعدتش وتشتغل ورايح جاي في المزرعه وهدومك اتوسخت لازم تغير. يعني ايه هدومي اتوسخت؟ كمان كنت بتعمل لايف. وبنعمل لايف، كنت بنعمل لايف كده. انا عارف. بص صلى على النبي. الهدوم دي شرف. بتاعت شقه. ياما من اللي معجبينك. معجبيني ايه؟ معجبيني؟ طب ايه رايك ان انا اعجبهم كده؟ قسما بالله فعلا الكابتن عاجبهم هو كده. انا عاجبهم كده والله، وانا حاسس بالناس اللي بتتفرج عليا في الفيديو. انا عاجبهم. عشان ما بقاش بتتفرج يعني. وانا عاجبهم كده. ايه وانا داخل نتزوق؟ انا في مزرعه كلاب ومزرعه خيل. هنبقى شكلي ايه يعني؟ فرفور يعني؟ عيل فرفور؟ نسبسب الشعرتين بالمره؟ نجيب الشعرتين؟ اكرت والله اهو. لا بس عسل. انت مالك؟ انت عسل ولا مش عسل؟ انت كنت هتتجوزيني؟ الا الا ايه؟ اختي الصغيره. اختي الصغيره؟ مالك ومال هدوم انت؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احلى تحيه لكم يا جماعه، تحيه لكل الناس الجميله اللي منورانا على قنواتنا على اليوتيوب. طبعا من جنب نغم بنصور الحلقه دي. بس هنقول بقى ايه؟ حصان مربيه ولا اخت صغيره ولا زوجه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ما هي الدنيا اتلخبطت، الدنيا برجلت بصراحه. يعني تبص تلاقي على السوشيال ميديا واحده متجوزه كلب روت، متصوره معاه سيشن وكاتبه عليه حفله زفاف. طبعا لا، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه؟ بصوا بقى هنقول لكم على حاجه، لان الحلقه دي هتكون حلقه مهمه جدا. طبعا بناء عن اللقطات او الصور اللي احنا شفناها امبارح او السيشن اللي احنا شفناه امبارح لهبه مبروك على مواقع التواصل الاجتماعي، وناس كتير اتكلمت وبدا الحديث من الجميع، والجرايد اتكلمت والسوشيال ميديا اتكلم والتيك توك اتكلم وكل حاجه اتكلم. الناس دي كلها اتكلمت قالت ايه؟ قالت ان الست دي مطلقه او اتطلقت وبتتصور مع كلب روتويلر. في ناس تقول كلبها وفي ناس بتقول مش كلبها والكلام ده كله، وبتتصور سيشن ان هي اتجوزت الكلب الروت. يعني معناه بالعربي ان الايحاء بتاع التصوير بيدل ان هي اتجوزت. هي طلعت قالت ده ما حصلش، ده تصور عاديه، ده سيشن مش عارف ايه الكلام ده كله. انا بنقوله بالعافيه ومعلش ما تركزوش معايا في كلمه سيشن 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 عشان بنقولها بالعافيه. تمام؟ احنا عندنا صوره فوتوغرافيه، صوره من كان الراجل بيلبسها كده ديت ويجي عامل كده. طبعا يا جماعه طلعت هي اتكلمت وقالت لا ده صوره عاديه وكلام من ده، ويا جماعه ده مش كلبي والحكايه والروايه. في ناس تقول ده كلبها ومش كلبها. بس يا حلوه يا بطه، الايحاء بتاع الصوره بيدل على حاجه غير كده خالص، او المنطق بتاع الصوره بيدل على حاجه. يطلع بقى مش كلبك، بتتصوري معاه بتخوفي بيه العريس اللي هيتجوزك، بتتصوري معاه ان هو يكون هو العريس، لكن الايحاء المنطقي للموضوع نفسه ان انت بتمثلي تمثيل تمثيل مش حقيقه، ان الكلب ده ممكن يصلح ان هو يكون زوج. تمام؟ طبعا انت كده اهنتي الدين الاسلامي، بتهيني العقيده الاسلاميه، بتهيني الشريعه الاسلاميه، بتهيني الحاجات دي كلها، بتهيني المذاهب، بتهيني الحاجات دي كلها. طبعا لما الاخت نزلت السيشن ده وكل الناس اتكلمت، وانا واحد من الناس اتكلمت على صفحتي امبارح على الفيسبوك، والموضوع كان فيه زعل شويه. يعني معنى كده ان الرجاله بقت الكلاب افيد منها، يعني معنى كده ان ما عادش فيه رجاله، يعني معنى كده ان الرجاله اتمحت. طب بالنسبه ل يعني التزاوج ايه نظامه؟ يعني احنا عندنا الكلبه لما بتحيد بنجوزها، طب انت لما تحيدي ده هيتجوز ولا؟ يعني انا مش فاهم. طيب الخلفه ايه نظامها؟ يعني يعني روت وايلر على ايه مستأنس ده ولا ايه الدنيا؟ مش عارف مش عايزه تيجي.
بس لو رجعنا زمان هنفتكر الفيديوهات اللي كان الغرب بيعملها مع الكلاب، وهنفتكر الإيحاءات الجنسية اللي كانت بتحصل مع الكلاب، اللي الشعب المصري لا يصلح من دينه ولا إيمانه ولا إسلامه يحصل أي حاجة زي كده. ما يصلحش، ده احنا الواحدة اللي بتبعت رسالة على الواتس الواحد ومش خاطبها ولا يعرفها بنقول عيب. الواحدة اللي هي بتغمز لواحد غمزة ولا مش عارف ايه، ولا بتقعد مع واحد على كافيه وتبين حتة هنا وتبين حتة هنا وتبين حتة هنا، كلنا بنقول عيب، مع ان بيبقى عنينا فيه وبنقول خير، تمام، بس بنقول عيب لان ديننا ومذهبنا وشريعتنا وعقيدتنا بتقول كده. ف ده مبدأ غلط، مبدأ غلط ان انت بتعملي إيحاء، او ان صاحبة الكلب دي بتعمل إيحاء بالمنظر ده ان هي متجوزة الكلب. لما بنيجي نشوف على الفيديوهات ونشوف على مقاطع التيك توك الاخوة المزز البنات الحلوين لما يبقوا قاعدين والكلب بتاعها بيلعب معاها على السرير ويشد الفرشة ويشد السراحة ويشد المشاطة ويقطع في شرباتها ويقعد على رجليها والكلام ده، كل ده مقزز. على فكرة انت بتستعملي الكلب في مبدأ غلط، في تربية غلط، بتسوقي سلوكياته، يعني بتفسديه. الكلب بيبقى ابن ناس محترمين ومؤدبين وانت بتعلميه قلة الادب بالطريقة دي. ليه؟ قولي لي بقى، ده حيوان اليف والمفروض ان انا بنرحمه، مش دي الرحمة، مش ده اللي انت فاهماه. طب ما احنا عندنا كلاب وبنرحمها، وفي ناس تانية مربية كلاب، وفي ناس حاطة كلاب في جناين، وفي ناس حاطة كلاب في عمارات، وفي ناس حاطة كلاب على سطوح، وفي ناس حاطة كلاب في شقق، وعارفة يعني ايه الرحمة، وعارفة يعني ايه ان الدين بيبصنا وبيحسنا على الرحمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال الرحمة ثم الرحمة، بالحيوان قبل الانسان كمان، تمام، بس مش الرحمه لدرجه ان ننام نايمه على السرير على ظهري ونحط الكلب بتاعي ما بين رجلي. مش الرحمه ان انا الكلب يبقى مقطع في شراباتي وفي حاجتي ونحضنه ونبوسه من بقه، دي مش الرحمه، دي اسمها المهم اللي انتوا بتعملوه يا جماعه، وبالذات البنات في تربيه الكلاب، ده مبدا غلط. فاول الفترات اللي فاتت زمان كنت دايما نقول للبنات، ليه البنات ما تربيش كلاب، ليه البنات ما يبقاش لها شخصيه قويه، ليه البنات ما يبقاش كذا، ليه البنات، بس ما كانتش الفكره كده. الفكره ما وصلتش للمراحل اللي احنا بنشوفها على التيك توك وبنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي والصور والفيديوهات والحاجات دي كلها. احنا كده مقربين، يعني بنمشي مقربين من رساله الغرب اللي كنا الفيديوهات اللي كان الشباب بيشوفوها من 20 سنه على اكس اكس ان، مقربين من الحاجات دي، مقربين من الفيديوهات بتاعت الحيوانات والكلاب الروت والكلاب الدنوا والاحجام الكبيره والحاجات دي كلها. كل الناس عارفه الفيديوهات اللي انا بنتكلم عليها واللي شافوها، وسامحوني يا جماعه لو الفيديو ده بيتفرج عليه بنات او ستات او كلام من ده، سامحوني، بس طبعا الحاجه دي بتصير جدل وبتصير زعل. لما انت تمثلي كلب عن راجل، لما تمثلي كلب عن راجل، عن بني ادم خلقه ربنا وكرمه، ودايما البني ادم مكرم من ربنا، لما تمثلي كلب عن راجل انه يكون زوج، طب فين الرجالة؟ فين الأزواج في الحالة دي؟ فين الرجالة في الحالة دي؟ طب ما هو أنت هتلاقي رد بسيط عليكي، هيقول كلبك جوزت كلب، أمر بسيط. لا، في بنات مربية كلاب بتحترم التربية دي، بتحترم الرحمة، بتحترم الألفة، بتحترم الصداقة اللي مع الكلب، بتحترم الصفة اللي الكلب هي اللي هي مربية بيها. لكن ما توصلش لدرجة أن توصل لمرحلة تثبت للناس كلها أن الكلب أوفى من جوزها، او ان الكلب ممكن نتعامل بيه كزوج. طيب ليه ما تعاملتيش بالكلب ده كأم؟ وليه ما تعاملتيش بالكلب كأب؟ هتهيني بابا، هتهيني ماما، وهتهيني نفسك. بس بالطريقة دي انت بتهيني الدين وبتهيني الشرع وبتهيني امة وبتهيني دولة وبتهيني بلد. طبعا ده اللي انا حابب اقوله في الفيديو، تمام، وحابب اتكلم عنه النهاردة. فسامحوني لو في لفظ خارج او كده او كده او كده، لان المبدا غلط، المبدا غلط. البني ادم ليه تفضيله، والحيوان ليه تفضيل تاني خالص. الحيوان ليه ان احنا يكون فيه رحمه، يكون فيه تقدير ليه، يكون فيه عدم اساءه ليه، عدم اهانه للحيوان، الحاجات دي كلها، بس مش لدرجه ان نتصور وانا ملبسه الكلب كرافطه ومش عارف ايه وانا لابسه فستان فرح ونتصور انا وهو ده الزوج اللي باذن الله اللي جاي. طب يا ترى الزوج ده كم من نص دينه ولا ايه؟ يعني وصل لسنه ونص عشان يصلح للتزاوج ولا ايه؟ ولا انت بتضحكي عليه ويكون كلب عنده 7 شهور تبقى سنه سودة، تبقي ضحكتي على عيل صغير. طب يا ترى الجراوي اللي هتيجي من الكلب ده هتبقي انت اهلك بالنص واهله بالنص؟ ولا يا ترى ايه الدنيا؟ رساله طبعا لصاحبه السيشن ده او صاحبه الصوره ديت، احب اقول لك مش ده الدين الاسلامي، ومش دي دولة مصر،
ومش دي الدولة اللي كل الدول معترفة بيها ان هي دولة الاحترام والتقدير والادب. لا، انت كده بتهيني للدولة، بتهيني للدين، بتهيني للمذاهب، بتهيني للعقيدة، بتهيني للحاجات دي كلها، وده اللي مفيش اي حد يسمح بيه، حتى مربيين الكلاب. يعني احنا كمربيين كلاب متبرئين من دي نهائيا، الا بقى وكان مربي كلاب عاجبه الموضوع او جاي على كيفه او هواه شويه، يعني الموضوع جاي على مزاجه شويه، لان المزه حلوه، في دراع باين حلو، في كده في كده، فممكن يجي على هوا واحد. انا كان جاي على هوايه بصراحه، بس الحبه اللي هم ناحيه الدراع والحاجات دي، لكن تحت عند الكلب اللي لابس كرافطه ما يجيش على هوايه خالص، لان ده اسمه قله دين وقله ادب وقله احترام للشعب المصري. تحيه ليكي، وتحيه لكل واحد يفكر ان هو يهين الانسان مقابل الحيوان. تحيه لكل الناس الجميله اللي متابعانا. ويا جماعه احنا دايما بنكتب على صفحات التواصل الاجتماعي الكلب وفي، الكلب صديق، الكلب صاحب، ونعمل عشره، ونعمل مش عارف ايه، لكن ما احطش الكلب مكان ابني، مكان مراتي، مكان اخويا، مكان ابويا، مكان امي، ما احطوش في المكانه دي. المكانه دي شيء والمكانه دي شيء. الكلب اي نعم ما بيخونش العشره، ما بيخونش العيش ما بيخونش الاكل اللي كاله عندي، ما بيخونش تربيتي ليه، ما بيخونش الكلام ده كله، وعز الصديق بس، مش عز الزوج، ومش عز الاب، ومش عز الام، ومش عز الاب. ادي تربيه الكلب يا جماعه، والناس اللي فهمنا غلط تابعونا، وباذن الله حلقاتنا هتعجبكم. تحياتي لكم جميعا، واحلى مسا عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.